اهلا يا هايدي. انا غنيت المره اللي فاتت حاجه لشيرين جديده يعني ورومانس، فهقول النهارده حاجه طربي، حاجه الورده. هختار بس طبقه واطيه شويه عشان تعبانه شويه. اضحك لك الايام تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام ترجع لي من تاني من تاني. بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا أوفى يعني. ده متهيألي ده من السول تقريبا، مش عارفة. أنا ممكن أقولها الله كمان، بس أنا يعني صراحة ما حبيتش أعمل ريسك. تحب أقولها أعلى؟ كانت كتير منيحة، بتجنن. ميرسي ميرسي. لا شك إنه صوت هايدي صوت كتير حلو وصوت كبير. أنا انبسطت كمان إنه عرفت تترجلج الطبقة حسب وضع صوتها اللي هو اليوم، بس إنه منيح إنه ما علتها بعد أكثر، لأنه أوريدي العالي كان فيها عالي للغنية. لازم هايدي نبقى نشتغل معها وقت اللي بدها تطلع بالباور كتير، يضل الصوت سلس، يضل فيه شوية رنة عريضة، ما يكون هالقد ستريدان على الدينة، بس بده شوية تجويف بالباور. وسينو صوت كتير حلو والمعنى كتير حلو. أنا جذبتني، شو بقولوا؟ جذبتني بالفعل. هايدي صوت حلو كتير، وأنا عندي ضعف للصوت العريضة الواطية. في شغلة شدت على صوتها بصوت الصدر، بس ما في شيء، بدها تتعود تغني بصوت الصدر من دون شد، بيطلع الصوت بياخد العقل. بعدين بدنا نشتغل على صوت الراس لأنه مفقود. أنا حبيتها كتير وقت غنت لشيرين، بس هلأ بعتبر أنه هي أكتر حدا اليوم فرجاني شيء تاني كمان. خطيرة هاي المخلوقة، من أجمل الأصوات الواطية العريضة اللي أنا سمعتها. أول ما بلشت شيء هيك بفاجئ، قلت منيح اللي كانت عم بتقول بدي وطيها، منيح منيح ما علت قد ما حلو. رجعت بعدين علت وسحرتنا. طبعا بدها تمرين مثلها مثل غيرها، بس اليوم يعني هاي لإلي أول مفاجأة هالقد اليوم هالقد. هايدي فاجأتنا بطريقة كتير إيجابية. عندها صوت كتير حلو، وعندها حضور كتير حلو، مش بس صوت، وعندها كاريزما، وهيدي نعمة. هلأ بس شغلة صغيرة لفتت النظر، أنا بعرف ترجمها ولا بعرف فسرها، حسيت في صوتين يعني وقت بلشت على الواطي واطي وعلت، حسيت صوتين مختلفين او ما بعرف، او هو بيبين عريض. ايه ما بعرف يعني هيك حسيت في شيء. يعني حسيت كانه شخصين عم بيغنوا بلحظه، عرفتي شو قصدي؟ بقى هيدي بس هيدي انا لاحظتها سمعتها، ولكن غير هيك هيدي بنت رائعه. انا بحس انه اداءها اداء راكز، في كلاس بادائها، بتعرف تغني بتعرف تأدي ومزقه. بحب العرض اللي في صوتها،
وبحب الثقة اللي بتعطيني اياها، بحس انه انا عم بسمعها بطمن بالي انه مش رح تغلط. بقى هيدا شغلة كتير مهمة، صوت متمكن ويوحي بالثقة كمان.